السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وصحابي، كل سنة وحضراتكم طيبين. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت على how to be a millionaire، ازاي تبقى مليونير، وقلت لك ان في خطوات معينة لازم تتبعها عشان توصل لدرجة ان انت تبقى مليونير. من الخطوات دي اول حاجة ان انت لازم تدور على شغل، ولازم الشغل ده يبقى ليه سالري ثابت مونثلي. السالري ده بتاعك ممكن يكون ضعيف كبداية، لو السالري بتاعك ضعيف هتوفر منه 10% كل شهر، اوكي؟ لو السالري بتاعك متوسط الدخل هتوفر منه 20% كل شهر، لو السالري بتاعك عالي هتوفر منه 30% كل شهر. اللي احنا هنوفره ده انا قلت لك طرق كتيرة هنتبعها علشان فلوسنا تبقى في امان. اول حاجة البنك اكاونت، تاني حاجة البوست اوفيس اكاونت، تالت طريقة ممكن مثلا تدخرها مع والدك او والدتك، ممكن كمان تدخر مع كلوز فريند، صديق قريب ليك، اوكي؟ ممكن كمان طريقة كمان نحافظ بيها على فلوسنا، نجيب حصالة كده صغيرة شكلها شيك ونبدأ ان احنا نشيل ونوفر فلوسنا فيها كل شهر، اوكي؟ طيب جميل، وفرنا وبعد سنة او سنتين من شغلنا ومن التوفير بتاعنا ده بقى عندنا فلوس كويسة في البنك مثلا، هستثمر فلوسي دي ازاي؟ انا عندي طرق ناجحة جدا ان انا استثمر بيها فلوسي في مصر. من ضمن الطرق الناجحة دي الاستثمار في العقارات. الاستثمار في العقار النهاردة في مصر بيخلي معايا فلوس كويسة قوي. اول حاجة اشوف سعر المتر من فترة كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. يعني ازاي مثلا منطقة زي سموحة من 10 15 سنة سعر المتر عقار كان بحوالي 3000 4000 جنيه، النهاردة سعر المتر في سموحة وصل 22000 جنيه، اوكي؟ طيب ده بالنسبة للعقارات. بالنسبة للأراضي، الاستثمار في الأراضي مربح جدا 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 ومجزي جدا جدا. سي أرض مثلا في السيوف برضو من 10 15 سنة كانت بحوالي 1000 جنيه المتر، متر الأرض، النهاردة الأرض في السيوف بحوالي 10000 جنيه في أماكن معينة في السيوف. فبالتالي الاستثمار في مصر أو الاستثمار في أي منطقة في العالم أنجح طريقة لي إن أنت تستثمر فلوسك في العقارات أو في الأراضي. طيب جميل جدا، خلي بالك انت استثمرت نجحت في ان انت تختار مكان كويس سواء ارض او شقة، بعد فترة معينة هتلاقي مردود كويس جدا ليك. خلي بالك ان انجح الناس عالميا، انجح الناس على مستوى العالم اللي هم عملوا مليارات كانوا بيبدأوا بفكرة صغيرة. عندك مثلا اللي هو مارك زوكربيرج. مارك زوكربيرج ده مؤسس الفيسبوك، عشان تبقوا فاهمين مؤسس الفيسبوك ده جات له فكرة الفيسبوك من ايه. هو كان طالب بيدرس في جامعة هارفارد الامريكية، وكان في يوم كده قاعد مع نفسه مستجم بيشرب الفنجان القهوة بتاعه في المدينة الجامعية الخاصة بايه بجامعة هارفارد، اوكي؟ وجات له الفكرة دي ان هو عايز يجمع كل اصحابه وكل حبايبه اللي موجودين معاه في الجامعة على الانترنت. يعمل ايه؟ قال انا هعمل بقى ايه موقع على الانترنت اجمع فيه اصحابي كلهم معايا. فعلا من هنا جت فكره الايه الفيسبوك، وعمل فعلا الموقع ده، اوكي؟ وفي الاول خالص في بدايه ما عمل الموقع سنه 2004 الموقع جمع حوالي 12 مليون فريند. 12 مليون فريند، النهارده الموقع ده مجمع فيه حوالي 500 مليون فريند. طبعا في البداية مارك ده ما بدأش يعمل ماركتينج على ايه على الفيسبوك، وما بدأش يعمل ادفرتايزنج على الفيسبوك، انما بعد كده من دلوقتي او من فترة من شوية لغاية دلوقتي بدأ ان هو يعمل ادفرتايزنج ويقبل الاعلانات وتجيله مليارات ومليارات، لغاية ما بقى النهاردة مارك ده من اغنى اغنياء العالم، اغنى من اغنى مستثمرين في العالم. ثروته النهاردة بتعدي 7 مليار و6 دولار امريكي. فكرة النجاح بتبدأ صغيرة،
بعد كده الإصرار والعزيمة بتبدأ تنمي الفكرة ستيب باي ستيب لغاية ما بتوصل للدرجة اللي انت عاوزها. أقسم بالله هتبقى مليونير في يوم من الأيام عشان تبقى فاهم، بس أهم حاجة يبقى عندك إصرار وعزيمة إن انت تبقى. والموضوع سهل مش صعب، هتشتغل هتجتهد أوكي، هتحصل على سالري هتوفر من السالري بعد مصروفك أوكي. وزي ما قلت لك استثمر في الأراضي وفي العقارات وفكر، كل ما تفكر كل ما ربنا هيدي لك الفكرة اللي هتنجح عشان انت هتشتغل عليها. ربنا يوفقكم، ما تنسوش سبسكرايب الاشتراك في القناة، وما تنسوش اللايك الإعجاب بالفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.